أنا غير متشائم، أنا متفائل جدا، لأن طبيعة السنن الإلهية الكونية الطبيعية، إذا صح هذا التعبير، كما قيل اشتدي أزمة تنفرجي، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء. فبالإضافة إلى هذا أقولها صراحة كما قلتها مرارا وتكرارا، اليهود الذين هم سبب هذا الذل الذي أصاب المسلمين اليوم ليس لهم قرار في هذه البلاد وهي فلسطين. ذلك لأن من الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يخرج الدجال من المشرق يكون في صحبته 70,000 من اليهود عليهم الطيلسانات في صحبة الدجال الأكبر، فيمر على البلاد الإسلامية ولا يبقى بلد إلا ويطأه هذا الدجال الأكبر إلا مكة والمدينة، وإلا بيت المقدس، حيث يكون في بيت المقدس عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون حوله. فحينما يأتي الدجال وعيسى في بيت المقدس إذن ليس هناك يهود، يهود في الخارج، ولذلك سوف لا يبقى هؤلاء اليهود مهما تجبروا ومهما غلوا في اعتدادهم بقوتهم المادية، فالله عز وجل من ورائهم محيط. وسوف يأتي يوم عما قريب تتحقق تلك الأكذوبة التي كان يتستر من ورائها بعض الدعاة من العرب العلمانيين الذين يقولون نحن نريد أن نرمي اليهود في البحر. هؤلاء لا يستطيعون أن يخرجوا اليهود من بلد واحد، وإنما الذين سيخرجونهم هم الذين وعد الله عز وجل بنصرهم الآية التي تقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو. فهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأوامر الشرعية هم الذين سيطلبون ظلم اليهود من فلسطين، وسيلجؤون إلى الدجال الأكبر وهو الدجال الآخر، ويأتون في صحبته لمحاصرة عيسى عليه السلام وهو في بيت المقدس، فيخرج إلى الدجال ويقتله، وتجري المعركة المنبأ بها في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. هناك يتكلم الشجر والحجر إلا شجر الغرقد، ويقول ورائي مسلم ورائي يهودي فاقتله. إذن هؤلاء المسلمون هم الذين سيحققون رمي اليهود في البحر، أو على الأقل إخراجهم مما احتلوا من البلاد الإسلامية. لكني في نهاية هذه الكلمة ولعلها خاتمة هذا المجلس إن شاء الله، أذكر بالسنة الإلهية الكونية، أنا وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك أنا أقول مع الأسف الشديد المسلمين اليوم على وضعهم الحاضر ليس هؤلاء الذين يخرجون اليهود، وإنما هو جيل، لعل هذا الجيل الناشئ الذي يتحدث عنه بأنهم يعيشون الآن في صحوة، لكن أنا في اعتقادي أنها في أول الصحوة، لأنها صحوة فكرية علمية لما تقترن بعد معها صحوة تربوية أخلاقية. هؤلاء يمكن
بعد زمن إن شاء الله لعله يكون لا يكون طويلا هم الذين سيضطرون اليهود إلى أن يخرجوا من بلاد المسلمين وأن يطاح بهم بعيدا وبعيدا جدا عن بلاد الإسلام. إذا علينا أن نذكر بهذه الآية الكريمة أنفسنا وغيرنا من إخواننا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أنا مستبشر خيرا وعسى أن يكون قريبا.